السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طيب الله أوقاتكم إطلالة جديدة لبرنامجكم الحدث عبر شاشة عمان الرياضية. يسعدني أن أكون معكم خلال حلقة اليوم لنتابع مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية إلى جانب ضيف الحدث، حيث نحرص دوما أن نضعكم على مقربة من الأحداث الرياضية. وحديثنا اليوم سيكون عن الإنجاز المشرف للسلطنة بتتويج بطلنا العجمي مرشد العجمي ببرونزية العالم لرفع الأثقال للناشئين، وذلك بعد مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال والتي أقيمت بمملكة تايلاند الأسبوع الفائت. فأهلا وسهلا بكم معنا في الحدث. البداية كالعادة مع أبرز العناوين. الشباب يواصل عروضه القوية ويحافظ على صدارته، وظفار والعروبة يسقطان في فخ التعادل. عماد الدين دحبور يقدم استقالته من تدريب صحار بعد الثلاثية الثقيلة من فنجا وتعيين محمد خصيب خلفا عنه. والخوية القطري يتوج بطلا لدوري نجوم قطر لكرة القدم والسد وصيفا. إذن هذه كانت أبرز عناوين حلقة اليوم، ونبدأ كالعادة جولتنا المحلية من دوري عمان تل للمحترفين، حيث حافظت الصقور الشبابية على صدارة الترتيب وذلك بعد الفوز على النهضة بهدف ثمين، فيما سقط ظفار والعروبة في فخ التعادل ليتوقفا قليلا عن مطاردة المتصدر، فيما اقتربت بعض الأندية من المراكز المتقدمة في سلم الترتيب وبعضها الآخر لا زال يعاني في ذيل الترتيب. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. نعم عزيز المتابع، صافرة المباراة أسدل ستار يوم أمس السبت على منافسات الجولة 21 من دوري عمان تل للمحترفين، حيث شهدت الجولة في طياتها حفاظ نادي الشباب على صدارته، فيما سقط ظفار والعروبة في فخ التعادل ويتوقفان قليلا عن مطاردة المتصدر، حيث وصل نجوم فريق الشباب قبضتهم بقوة على قمة الترتيب العام لدوري عمان تل للمحترفين بعد الفوز الثمين الذي حققوه على ضيفهم نهضة بهدف دون مقابل على أرضية استاد السيب الرياضي. وبدأ الصقور بنشاط في الشوط الأول الذي شهد على أفضليتهم أداء ونتيجة، فتمكنوا من تتويج جهودهم بهدف لوكاس في الدقيقة 18 بعد أن استلم كرة عرضية من عمر المالكي ووسط دربكة دفاعية أمام مرمى النهضة، وتمكن من تسديد الكرة مباشرة داخل المرمى. وتمكن الملك الفنجاوي من دك شباك مضيفه صحار بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية مجمع صحار الرياضي. وتقدم فنجا في الدقيقة 16 بالهدف الأول عبر اللاعب محمد النقاشي، فيما أحرز الظهير المتألق سعد سهيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، في حين سجل شوقي الرقادي الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بأربع دقائق. وبهذا الانتصار تقدم فنجا للمركز الخامس برصيد 29 نقطة. ووصل صحم سلسلة نتائجه السيئة وذلك بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري، وهذه المرة أمام النصر بهدف نظيف، وأحرز هدف المباراة الوحيد عبد الرزاق بن تايري في الدقيقة 43. الخسارة الثالثة جعلت الموج الأزرق يتراجع إلى ذيل الترتيب ليقبح حاليا في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، فيما حل النصر في المركز السابع ب 28 نقطة. وعزف السويق المنتشي أعذب الألحان وعمق جراح الرساق بالثنائية في اللقاء الذي احتضنه ملعب المجمع الرياضي بصحار. الفوز رفع رصيد السويق للنقطة 27، في حين تجمد رصيد الرساق عند سابقه 16 نقطة. وتقدم السويق عن طريق تسديدة أسامة حلفي من كرة عانقت شباك حارس مرمى الرساق أحمد الرشيدي في الدقيقة 14، وحصل السويق على ضربة جزاء في الدقيقة 64 أحرز منها اللاعب البديل عبد الرحمن الغساني الهدف الثاني. وانتهى لقاء المؤخرة بين فريق نادي عمان وجعلان بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بينهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. لقاء الفريقين بشكل عام جاء متوسطا فنيا في شوطه الأول، فيما جاء جيدا في الشوط الثاني.
وارتضى فريق ظفار والخابورة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. ومن خلال مجريات المباراة قدم الفريقان مستوى متكافئا خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن الأفضلية جاءت الخابورة في جانب النتيجة بهدف دون رد أحرزه اللاعب ثاني الرشيدي، إلا أن الشوط الثاني شهد تنافسا كبيرا خاصة من جانب فريق ظفار الذي سعى لإدراك التعادل وتحقق في الدقيقة 60 عن طريق المحترف إلياس ماجيري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. وانتهت آخر لقاءات الجولة 20 بلقاء مسقط مع ضيفه العروبة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. زومانا كوني منح التقدم للمارد عند الدقيقة 7 من الشوط الأول، وعند الدقيقة 76 استغل في درانجيرس كرة طويلة لعبت خلف المدافعين ليسجل هدف التعادل لصالح مسقط. العاصمة يعود ليسجل ويعقب الكل. أعلن نادي صحار مساء أمس السبت عن تعيين المدرب الوطني محمد خصيب مدربا للفريق الكروي الأول خلفا للسوري عماد الدين دحبور الذي قدم استقالته عقب الخسارة من نادي فنجا بثلاثية نظيفة، حيث لم يتمكن دحبور من تحقيق نتائج جيدة مع التماسيح خلال السبع مباريات التي تولى فيها قيادة الفريق، فحقق انتصارين فقط وخسر أربعة وتعادل في لقاء واحد، ليقوم بعدها مجلس إدارة صحار بإسناد مهمة التدريب لابن الولاية محمد خصيب، وعينت بدر المعمري مساعدا للمدرب وخلفا لخليفة الشبلي. ويعد محمد خصيب من المدربين ذوي الكفاءة وليس بغريب على البيت الصحراوي، حيث سبق وأن أشرف على الفريق كمساعد للمدرب مع الكابتن عدنان عوض، ويأمل مجلس الإدارة أن يعود فريق التماسيح إلى مستواه الحقيقي في قادم الجولات. إلى دور الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث حافظ المضيبي على صدارته للدوري رغم تعادله السلبي دون أهداف مع نظيره المصنعة، ويرفع رصيده للنقطة رقم 14. وفي اللقاء الثاني تغلب نادي السلام على نظيره مرباط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل السلام ملاحقته لصاحب الصدارة والذي يبتعد عنه بفارق ثلاث نقاط فقط، في حين شهد اللقاء الثالث تعادلا إيجابيا بين السيب ونزوة بهدفين للكل. وإلى منافسات الكرة الطائرة، وضمن مباريات الأدوار النهائية لدور الدرجة الأولى لكرة الطائرة تغلب نادي السيب بصعوبة على نظيره صحار بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على الصالة الرياضية بمجمع صحار، وجاءت نتائج الأشواط 20-25 25-19 21-25 و25-21 و15-11. وفي اللقاء الثاني اكتسح نادي السلام نظيره مصيره بثلاثية نظيفة، وجاءت بواقع 25-15 و25-22 و25-16. أعيد انتخاب طه الكشري رئيسا للاتحاد أو رئيس الاتحاد العماني للسباحة في منصبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمسقط. وتم تزكية الكشري لرئاسة الاتحاد العربي بعدما لم يتقدم أي مرشح لخوض انتخابات رئيس مجلس الإدارة ليواصل قيادته للاتحاد للفترة الثانية على التوالي بعد انتخابه في أبريل من عام 2013. كما تم تزكية ثلاث نواب للرئيس يمثلون منطقة الخليج العربي والمنطقة الوسطى ومنطقة المغرب العربي حسب النظام الأساسي للاتحاد العربي، فيما تم انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة. اختتمت مساء أمس على الملعب الفرعي باستاد السيب الرياضي البطولة الأولى للأكاديميات الخاصة بالسلطنة، والتي نظمتها أكاديمية برشلونة بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة القدم. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
شهد الملعب الفرعي في استاد السيب الرياضي ختام البطولة الأولى للأكاديميات الخاصة بالسلطنة، والتي نظمتها أكاديمية برشلونة لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد العماني للكرة. شهدت البطولة في نسختها الأولى مشاركة 8 فرق تمثل 6 أكاديميات خاصة بالسلطنة، واستطاعت فرق أكاديميات التميز ألف وباء وأكاديمية أول ستار وبرشلونة من الوصول إلى دور الأربعة، ليصل في المباراة النهائية فريقي التميز الرياضي ألف وباء. بعد ما جاءت الفكرة بتنظيم البطولة الأكاديميات الخاصة في السلطنة، الاتحاد الحمد لله ما قصر ووقف معنا وقفة ممتازة، وكانت الفكرة هي على أساس إنشاء بطولة سنوية تكون مؤهلة إلى بطولة دولية أيضا سنوية للأكاديميات الخاصة في السلطنة. وشهدت المباراة ندية وحماسا من الفريقين، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف، يلجأ الفريقان إلى ضربات الحظ الترجيحية التي ابتسمت هذه المرة لفريق الأكاديمية باء. كرة القدم لا تبدأ إلا بالأساس، الأساس هو البراعم، ومن خلال البراعم دي إن شاء الله بإذن الله البراعم مش على مستوى مسقط بس، البراعم على جميع محافظات السلطنة اللي بتمثل تقريباً 250,000 لاعب في هذا السن، لان احنا لو تعددنا 2.5 مليون هنلاقي 250,000 في هذا السن اللي بده يكون شكيل. فيما استطاع فريق اول ستار من الحصول على المركز الثالث بعد تغلبه على فريق اكاديميه برشلونه بنتيجه 3 أهداف مقابل 2، ليقوم احمد البلوشي مدير الاداره الفنيه بالاتحاد العماني لكره القدم والخبير الفني فتحي نصير بتكريم الفرق الثلاث الاولى. والله استفدنا اطور مهاراتي واشوف على اللاعبين الغير متنافس معهم، ان شاء الله هارد لك المره الجايه ان شاء الله. طبعا مثل هذه البطولات ومثل هذه المشاركات اكيد تثري اول شيء الفئه الصغيره تتعلم كره القدم، بمعنى كره القدم على مستوى عالي، مدربين تكتيكيين يعرفوا كيف يحضر الولد ويحطوه في المكان المناسب يتدرج بعدها الى العالميه ان شاء الله باذن الله. هذا وشهدت البطولة متابعة واهتمام من قبل المسؤولين في اتحاد كرة القدم من أجل إيجاد بطولة تضم مجموعة من الأكاديميات تكون النواة الحقيقية لتشكيل منتخبا في المشاركات الخارجية على مستوى الأكاديميات. بانتهاء مباراة اليوم يجدل الستار على تنظيم أول بطولة للأكاديميات الخاصة على مستوى السلطنة، ومستوى الطموح يكون أكبر في تنظيم بطولات قادمة. من الملعب الفرعي بالاستاد سيب الرياضي كان معكم سعيد الهنداسي. اختتمت فعاليات البطولة الخامسة لدوري معهد العلوم الإسلامية بصلالة لكرة القدم 2017 تحت رعاية الدكتور منصور بن سلطان بن سعيد الطوقي مساعد مدير عام مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، حيث شهد ختام البطولة مشاركة واسعة من الطلاب. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي. على ملعب شؤون البلاط السلطاني اختتمت فعاليات البطولة الخامسة لدوري معهد العلوم الإسلامية بصلالة لكرة القدم 2017، حيث شهد ختام البطولة مجموعة من الفعاليات أبرزها المباراة النهائية التي جمعت بين الصف 11 والصف 12، وانتهت المواجهة لصالح الصف 11 الذي توج بلقب البطولة. بطولة ممتازة تجمع بين اللاعبين والطلاب، هذا مما يؤثر ويحببهم في بعضهم البعض، الحمد لله على كلها. سعى القائمون على البطولة إلى تحقيق مجموعة أهداف أهمها التخلية عن العادات السلبية والتحلية بالعادات والأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى زيادة الدافعية في مضامين المنافسة الشريفة في كل شيء والتعرف على المواهب والقدرات، فضلا عن توسيع دائرة العلاقات الطيبة والأخوة الكريمة بين الطلاب. حقيقة نحن فخورون جدا بما رأينا وتابعناه في المباراة من إنجاز لطلاب المعهد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي الطلاب بأهمية الرياضة ووعي القائمين على إدارة المعهد بأهمية هذا في رفض البيئة التعليمية من خلال التنفيس عن الطلاب واكتشاف قدراتهم، الأمر الذي يجعل من الرياضة سنو لثقافة ولعلم ولتربية. الهدف والأهمية من هذه البطولة هو تحقيق مبدأ التخلية والتحلية. التخلية
بالتخلي عن العادات السلبية والتحلية بالعادات والأخلاق الحميدة، وأيضا الدافعية في مضامين المنافسة الشريفة والتعرف على الخبرات والمهارات والقدرات لدى الطلبة، وأيضا توسيع دائرة العلاقات الطيبة والأخوة الكريمة بين الطلاب. في الختام تم تكريم المشاركين والمساهمين والداعمين للبطولة والفرق الحاصلة على المراكز المتقدمة. سعت البطولة الكروية الخامسة لمعهد العلوم الإسلامية بصلالة 2017 إلى زيادة الدافعية في مضامين المنافسة الشريفة والتعرف على المواهب والقدرات والتوسع في العلاقات الطيبة والأخوة الكريمة لدى الطلاب. حسين جعبوب من داخل ملعب شؤون البلاط السلطاني، صلالة. تمكنت المتسلقة العمانية بدور الصالحية من صعود قمة أعلى كثيب رملي في العالم برملة جديثة بنيابة ميتن التابعة لولاية المزيونة، لتكون بذلك أول فتاة عمانية تصعد لهذه القمة. بعد أن تمكنت بدور الصالحية من تسلق على القمم في أماكن مختلفة، ها هي تسجل اسمها كأول فتاة عمانية تصعد إلى قمة أعلى كثيب رملي في العالم بنيابة ميتن التابعة لولاية المزيونة وبصحبتها الإماراتي سعيد المعمري، حيث استطاعوا الوصول إلى قمة رملة جديلة التي يبلغ ارتفاعها 455 مترا في وقت وقدره 32 دقيقة و 32 ثانية. أنا شجع رياضة المرأة وشجع رياضة الهايكينج وتسلق الجبال، وكونها هذه أعلى قمة رملية حاولت أني أسلط الضوء عليها لجذب السياح وتكون معلم سياحي عالمي وتنشيط فيها السياحة وبعض المهرجانات اللي ممكن نروج للسياح بعد توفير الخدمات المطلوبة لهذا المكان. على حسب البحوثات اللي أجريتها أن ما في أي بنت امرأة سبقتني في صعود لأعلى، وإن شاء الله أكون إن شاء الله مفخرة لسلطنة عمان الوطن العربي عام. استقبال رسمي لمتسلقة الجبال بدور الصالحية والإماراتي سعيد المعمري من قبل مكتب والي المزيونة وجمعية المرأة العمانية بالولاية، كما كان لأهل نيابة ميتن استقبالا خاصا لهم في موقع الرملة. حابين نقدم رسالة للعالم بأن نحن موجود عندنا في سلطنة عمان أعلى تل رملي في العالم، ونحاول نروج لهذا التل بطريقة احترافية وبمقاييس ومعايير عالمية، وهذا فخر لنا نحن كعرب كخليجيين أن يكون عندنا معلم عالمي بحيث أن العالم تتجه له وتحاول أن تصل إلى أعلى تل في العالم. يستبشر أهالي نيابة ميتن بولاية المزيونة خيرا بعد أن تم اكتشاف أن رملة جديلة هي أعلى كثيب رملي في العالم، في أن تتوفر كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر إلى هذا الموقع، خاصة خدمات الطرق والاتصالات. أهالي ميتن لهم عادات ولهم تقاليد، كما تعرف في هذا البوادي لهم تقاليد أن يستقبلوا كل ضيف، سواء بدور الصالحي وسعيد المعملي وغيرهم من الزوار الآخرين. رملة جديلة بنيابة ميتن أصبح مكانا يقصده محبي التسلق وصعود القمم من داخل السلطنة ومن خارجها، كما أصبح أيضا مزارا سياحيا لمختلف الزوار من كل مكان. من أعلى كثيب رملي في العالم بنيابة ميتن بولاية المزيونة، للقناة الرياضية محمد بن أحمد سليمي المهري. أهلا بكم من جديد. في إنجاز مشرف للسلطنة، توج الرباع مرشد العجمي ببرونزية العالم لرفع الأثقال للناشئين، وذلك بعد مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال والتي أقيمت بمملكة تايلاند الأسبوع الفائت، حيث استطاع العجمي من تحقيق برونزية العالم في رفعة النتر وسط منافسة قوية من قبل الرباعين المشاركين من مختلف الدول، وأن يسطر اسم السلطنة على منصات التتويج العالمية بحصوله على الميدالية البرونزية في لعبة رفع الأثقال في رفعة النتر. للحديث أكثر
عن هذا الإنجاز الرائع والمشرف، وكيف تحقق، وكيف كانت التحضيرات، وكيف كانت المنافسة. نرحب هنا في استوديو الحدث بالفاضل زاهر السنيدي عضو اللجنة. مساء الخير أخوي زاهر. مساء النور. يا هلا وسهلا فيكم. نرحب أيضا بالكابتن أيضا والمدرب مازن البدري. مرحبا فيك كابتن. مرحبا. يا هلا وسهلا فيكم. نرحب أيضا بالبطل المتألق مرشد العجمي. مرحبا فيك يا مرشد. مرحبا. يا هلا وسهلا فيكم. إذا نبدأ مع من وين انتهينا مرشد، نبارك لكم الإنجاز ونبارك لك تحقيق برونزية رفع الأثقال، شو حاب تقول بهالمناسبة؟ يعني الحمد لله على التدريب والإنجاز يعني تمام من الكابتن. نعم. يعني جاي دعم يعني من الكابتن، يعني دعم غير طبيعي. نعم. واشكر صاحب القلعه السلطان قابوس المعظم، الله يطول عمرك، والشعب العماني وكل من ساهم يعني في تشجيعي. نعم. ومدرسه السلط بالمالك هي يعني الحافز يعني بالتفريغات والاهتمام في. نعم. الرياضه يعني ومراعاتك في الجانب الدراسي. بنتحدث اكيد مرشد عن هذه الجزئيه. زاهر نرحب فيك اخوي مره ثانيه. الله يحييك. ويعني انجاز يحسب لمرشد، يحسب لكم في كلجنه، يحسب للرياضه هنا في السلطنه. شو حاب تقول بهالمناسبه؟ والله احنا بادئ الامر نشكر استضافتكم في قناه عمان الرياضيه والمتمثله في برنامج الحدث. لا شك طبعا هاي الانجازات تعتبر تشريف للسلطنه ولكل مواطن، وفي خاصه في هذه المحافل الدوليه. فاحنا الحمد لله بتضافر جهود الجميع تحصلنا على هاي الميداليه العالميه، واثبتنا وجودنا من خلال لاعبي اللي هم طبعا متنافسين مع كثير من الرباعين المتالقين في العالم. فالحمد لله والشكر على هذا الإنجاز. نعم أكيد إنجاز يحسب لكم، ودور كبير للكابتن مازن البدري اللي أكيد يعني كانت له بصمات ودور كبير في تحقيق الإنجاز. ومرشد أشار لك أكيد في بداية حديثه، كابتن نبارك لك الإنجاز هذا. الله يبارك فيكم. طبعا شكرا على الاستضافة. طبعا من البداية أبارك الشعب العماني، بالإضافة للشعب العربي لأنه الوسام الوحيد العربي اللي حصل يعني حصلت الدول العربية عليه، بس الوسام الوحيد اللي في سلطنة عمان اللي حصلت الوسام. نعم. ولله الحمد. طبعا الإنجاز هذا هو الإنجاز الثاني لرياضة رفع الأثقال كوسام عالمي. نعم. وهو الوسام الثاني اللي في جميع الرياضات الأولمبية الموجودة في السلطنة. يعني الوسام الاول الذهبي اللي حصله احمد بن سالم الحبسي. نعم. العام الماضي حصل على الوسام الذهبي، وهذا الوسام الثاني اللي هو الوسام البرونزي اللي حصله مرشد العجمي. نعم. ونتامل انه المستقبل يكون افضل. أكيد. افضل ان شاء الله. اكيد بنتحدث عن المستقبل وعن الاستمراريه، وراح تحدثنا. نعم. عن الامور الفنيه، وزاهر اكيد راح يتحدث اكثر عن الجوانب الاداريه. لكن قبل ذلك مرشد، كيف كانت او قبل المنافسه وانت رايح للبطوله، يعني وتتحدث عن بطوله عالم في مملكه تايلاند، مشاركين من مختلف انحاء العالم، هل كان عندك يعني احساس وعندك يعني الثقه في انك قادر انك تحقق انجاز باسم السلطنه؟ والله هل كنت متفائل؟ عادي عادي خذ راحتك. متفائل يعني. نعم. يكون بيد الله يعني. نعم. هو صلاتك ودعائك يعني. نعم. ومن تمرينك يعني كل ما اجتهد النصيب. صحيح. وكنت اكيد مكثف تدريباتك في 40 يوم انا انقطعت، في 40 يوم كنت يعني ولا يوم يعني مفوت لنا. ممتاز. زين، وكله تمرين ضغط في ضغط، والحمد لله من رحت البطوله حققت هذا الانجاز. وكان المنافسه صعبه يعني. كيف كانت المنافسه؟ منافسه يعني قويه كانت صراحه. منافسه قويه. ايوه. نعم اكيد بنتحدث عنها. زاهر اداريا كيف تم يعني تحضير مرشد؟ وحسب اللي عرفت انه كان مفترض اكثر من مشاركه ايضا يكون، لكن ربما بعض الظروف الماليه اللي يعني وقفت حجر اثر. هي دائما. نعم دائما هو الكابتن مازن مو مقصر مع اللعيبه، دائما على استعداد وبشكل أكيد. متواصل بحال حدوث او نعتبرها كانها مفاجاه لما تجينا البطوله. نعم. فمتى ما توفرت الامور الماليه والسيوله. نعم. احنا نشترك في هذه البطولات ونملك المواهب. والمواهب طبعا المواهب موجوده. المواهب موجوده متى ما توفرت الارضيه الخصبه لهم. نعم. كل شيء يتوفر. اهم شيء هي البنيه الاساسيه والاماكن الخاصه اللي هي توفر لهم كصالات للتدريب. نعم. والمدرب الكفو جزاه الله خير. اكيد. اللي هو طبعا رفع اسم عمان عاليه صراحه. نعم. لان احنا كنا سابقا لعيبه، فعلى مدى سنوات كثيره ما تحقق الانجاز مثل هذا الانجاز الكبير. نعم.
فاحنا نتمنى ان شاء الله انه يتواصل الانجاز بشكل مستمر، ونتمنى من وزاره الشؤون الرياضيه دعمهم المتواصل في رفض هذه الرياضه بشكل دائم، وخاصه ان مرشد ما زال في الناشئين وفي مجال وفي بطولات كثيره. احنا الحمد لله في بطولات جايه ان شاء الله على الشهور القادمه، استحقاقات قادمه. نعم. في معنى بطوله اسيا للرجال. نعم. زاهر عذر على المقاطعه، هذه القادمه كذا راح نتحدث عنها. نعم. لكن خلينا ناخذ الامور كذا ونسرد القصه الله. عما كان قبل البطوله. نعم. والبطوله وبعد ذلك اللي يمثل بالنسبه لنا الاهم. كابتن مازن، الاعداد وتحضيرات مرشد كيف كانت؟ يعني رياضه مش مثل اي رياضه اخرى، محتاجه. نعم. للصبر، محتاجه للتضحيه ونظام التغذيه وغيرها من. نعم. الامور بصراحة من مشاركتي ببطولة العالم العام الماضي. نعم. وإحرازي على المركز السادس طبعا. بعدها بصراحة انقطع لأنه بسبب الدراسة. نعم. لأنه يدرس الثالث ثانوي. نعم. عاد قبل البطولة العالم بأربعين يوم فقط. أربعين يوم. أربعين يوم فقط بدون معسكر طبعا، بدون يعني لا معسكر داخلي ولا خارجي. بس كون أنا اختاريت بصراحة النماذج الممتازة في رياضة رفع الأثقال. نعم. بحيث الأربعين يوم هذه يعني أي مدرب أو أي فني برياضة رفع الأثقال من تقول له أنه أربعين يوم واستطاع أن يحرز الوسام البرونزي. صحيح. في بطولة عالم من بين 49 دولة طبعا، هو اللي المنافسين اللي وياه كانوا 28 رياضي ويستعدوا طوال السنة تحصل طبعا معسكرات. نعم. على مدار السنة. صحيح. طبعا عمالقة رياضة رفع الأثقال يعني كانوا معاه روس اثنين، أتراك اثنين، جورجيا، كازاخستان، بولونيا، دول من يعني المشهورة في هذه الرياضة. إيران أيضا أتصور. إيران لاعبين اثنين. يعني 28 لاعب. نعم. يعني في هذا الوزن ولله الحمد يعني مثل ما يقولون طلعناها من حلق الأسد وأخذنا الوسام البرونزي ولله الحمد. نعم. مرشد كيف استطعت أنك تختصر يعني فترة التحضيرات هذه في الأربعين يوم وما شاء الله تصل إلى الجاهزية وتحقق البرونزية؟ يعني إذا كان يمكن حتى الكابتن يتفق معي، إذا كانت الأربعين يوم حققت البرونزية أكثر من هالمدة كان ممكن أن تجعل مرشد في وضع أفضل. نعم. نعم. كيف استطعت أنك تختصر على فترة التدريبات والضغط اللي أنك حاولت من خلاله تختصر الوقت يعني؟ هذا يعني كما تقول ترتيب جدول يعني. نعم. يعني حلو. ترتب جدولك تمشي صح، نفس جدولك المدرسي جدولك الرياضي. ايوه جدولي يعني كل. نعم. شيء معطلنا وقته. يعني يوم في المدرسة دراسة. نعم. في التمرين يعني انسى كل شيء والتمرين. نعم. وعلى التغذية في البيت والمكملات والاهتمام. نعم. هذه الجزئية مرشد وهي جزئية غاية في الأهمية لرفع الأثقال، كيف قدرت انك يعني وهو محتاجه تضحيه؟ يعني انت عندك زملاء، عندك اصدقاء، اكل وجبات سريعه ومشروبات الغازيه وغيرها اللي انت اكيد ممنوع عنها نهائيا، كيف استطعت انك يعني تضغط على نفسك تضحي بكل هذه الامور وتعتمد على نظام غذائي مثالي رياضي تصل فيه للجاهزيه التامه؟ هذا الشيء يعني عادي يعني ما تعودت عليه. تعودت عليه يعني ما ان كل ما اطلع مع الشباب ولا ربعي. نعم. يعني اكل من مطاعم ومن مطاعم مثل وجبات سريعه. يعني اختار الاكل المفيد. المفيد يعني. نعم. ايوه. وثاني شيء يعني الكابتن اكيد معطينا يعني توجيهات. نعم. نصيحه معينه. نعم. وثاني شيء يعني ما من الاصدقاء يعني انا عندي في البيت الوالد. نعم. الله يسلمه. نعم. والله يشافيه ان شاء الله. نوجه له التحيه نوجه له التحيه للوالد. هو يعني مريض وما حد ولد الا انا في البيت يعني. نعم. كان مسؤولية يعني مسؤولية أخرى. مسؤولية أخرى يعني أنا أوصله عنده هو فشل كلوي. نعم. ما الغسول يعني أنا أوديه الغسول وأرجع البيت تمرين مدرسة يعني كله. أكثر من دور. أيوة. نعم. أكثر من دور. نعم. فالحمد لله مع يعني كيف تقول بر الوالدين. أكيد ساعدني أكيد. وهذا يمكن من أسباب ومن سر أيضا نجاحك يعني. أيوة صح. وتحقيقك. إحنا نوجه التحية أكيد لوالدك مرشد وللعائلة ككل أكيد اللي كانت سبب من أسباب أيضا تألقك. طيب زاهر يعني الحديث عن الأمور المالية وغيرها، ماذا عن جانب التسويق بالنسبة لكم ويعني محاولة على الأقل تغطية بعض يعني المصاريف المعسكرات وغيرها؟ هو طبعا بلا شك يعني مسؤولية اللعبة هذه مسؤولية ليست مسؤولية القطاع العام فقط. نعم. أو أكيد. هي مسؤولية المجتمع ككل وكذلك بالأخص القطاع الخاص. أكيد. طبعا القطاع الخاص احنا نسعى جاهدين طبعا في ان نتحصل على سيوله من قبل القطاع الخاص، لكن في ضوء الازمه الحاليه الكل يعتذر والكل يعطينا وعود لكنها ليست بهي الوعود اللي هي راح تكون يتم من خلالها انهم يدعموا شيء من
شيء من البطولات القادمة قطعية. ليست قطعية وإنما هي مجاملة. نعم. لكن نحن ما زلنا نسعى ونحاول والحمد لله. يعني من هذا المنبر يعني أود أشكر أن وزارة الشؤون الرياضية وعلى رأسهم سعادة الشيخ وكيل وزارة وكذلك الأستاذ خليفة العيسى مدير عام للأنشطة الرياضية والقائمين على الأمور المالية كذلك والإدارية في وزارة الشؤون الرياضية. نعم. دائما هم متابعين جزاهم الله خير على حسب الظروف مقدرين وحن كذلك مقدرين وكذلك اللاعبين مقدرين لهم احتياجات كثيرة اللعيبة. نعم. وإحنا قدر المستطاع نحاول نوفرها وما زلنا يعني نحاول نوفرها ومثل ما تفضل زميلي أو اللاعب مرشد. نعم. تضحيات موجودة كثير. صحيح صحيح. وهي ليست مثل اللعبات الأخرى طبعا كثير لعبة خشنة لعبة يعني يحتاج لها صبر وقلد. صحيح. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه عندهم القدره ومستمرين حافظ على الوزن المحدد طبعا الوزن المحدد وتغذيه معينه. نعم. مثل ما قال تفضل المدرب مازن. نعم. فما شاء الله عليهم هم متبعينها ماشيين عليها أكيد. لان في البطولات يلعبوا في اوزان معينه وهناك. نعم. تبقى سياسة المدرب في أن في حالة يرفع الوزن أو ينزل. أكيد. إذن راح نشاهد مجموعة من اللقطات هذه والصور إذا كان كابتن مازن ممكن تحدثنا عنها أو مرشد. طبعاً أنا في التتويج تفضل كابتن مازن. التتويج. طبعاً أنا حصل الترتيب هذا التتويج رفع الإعلان طبعاً هو حصل المركز الثالث في النتر. في النتر. نعم. في النتر. نعم. طبعاً. المجموع العام اللي فاز الكازاخستاني والمركز الثاني حصل البولندي. نعم. والمركز الثالث بالمجموع حصل اللاعب الإيراني. إيراني. نعم. هذا في المجموع العام. أما. نعم. في الأوسمة يعني في النتر والخطف. في الخطف مجموعهم. أي مجموع. يعني اللاعب الإيراني ما حصل لا في الخطف ولا في النتر. بس حصل في المجموع. في المجموع. نعم. اللاعب العماني حصل طبعا على البرونزية في النتر. نعم. واللاعب التركي اللي هو آخر واحد هذا حصل على برونزية الخطف. برونزية الخطف. هذه إحدى المحاولات. هذه محاولة النتر الأولى 169 كيلوغرام. كم؟ طبعاً 169 كيلوغرام. 169. نعم هذه المحاولة الأولى طبعاً. هذا مرشد. هذه المحاولة الأولى. مرشد. نعم. طبعاً النانا المحاولة الثالثة والأخيرة طبعاً هي اللي فاز بها بالبرونزية. اللي هي في النتر. في النتر إيه نعم. طبعا ما شاء الله مازن كم وزنه؟ هو وزنه 85 كيلو. 85. نزل في وزن 85. هذا وزن 173. 173 هذه. طبعا هي هذه حددت البرونزيه. هذا صوتك كوتش كذا. نعم. تحفز. نعم نعم. لا بد يكون في مساند ومتابع من قبل اكيد صحيح صحيح. نحتاج بعض يعني هذه اللحظات هذه حاسمه جدا فنيه هذه النصائح. نعم. صحيح. والامور النفسيه والمعنويه كيف. بالفعل. هذا مرشد حقك اللقطة هاي طبعاً. إيه. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه في هذه في خطف يعني طبعاً. يعني يعني مرشد وزن 85 ويرفع. 173 وهو في عمر 17 سنة. ما شاء الله. ولله الحمد. ما شاء الله. يعني أكيد هذه. نعم. كانت بسبب البداية الصحيحة. اختيار الصحيح طبعاً. صحيح. أنت قلت لي إنك انتقيت يعني رغم. نعم. إنك كنت تعرف ظروفه ودراسته وغيابه. نعم. وقلة تحضيراته لكن. بس كانت لك رؤية في المواصفات اللي يمتلكها. نعم. مرشد العزمي أعتقد من المواصفات النادرة هو وأحمد الحبسي وطبعا عندنا بعد لاعبين اللي هو أسعد البطاشي وعندنا عامر الخنجري وعندنا. نعم. محمود البطاشي يعني عندنا. نعم. لاعبين هسه سبع لاعبين ممتازين هذول إذا يتم إعدادهم من. نعم. من الآن ممكن نحقق بهم تأهيل الأولمبياد 2020 ممكن أنه الوسام مو بعيد علينا إذا. نعم. تم يعني تهيؤ من الآن يعني. أكيد إحنا راح قبل أن نتحدث. نعم. عن القادم مرشد وإحنا نشاهد هذه اللقطات الجميلة إذا كان مخرجنا ممكن تعيد لنا اللقطات مرة أخرى ونستمتع باللحظات الحاسمة ورفعة النتر أيضا من مرشد. مرشد في هذه اللحظات واللي شفناها قبل شوي توجيهات المدرب شو أكثر حاجة ربما يعني أعطتك دافع وحافز أكثر في هذه اللحظات أو حدثنا عن اللحظات هذه بالتحديد. والله كيف أخبرك أنا مثلا في جو المنافسات. طبعا انت مركز على شيء لكن. أيوة. في لازم هناك دافع حافز معين بالنسبه لك. في دافع صح في دافع حافز من عند الكابتن ومن عند بالخطاب. نعم. عضو من اعضاء اللجنه. عضو اللجنه. يعني هم الحافز هم كانوا هناك في عندنا اخواننا السعوديين في جماهير يعني. حلو. والحمد لله يعني في حافز لكن هو كجو يكون جو منافسه. صحيح. يعني
اللهم نفسي نفسي كما يقول. صحيح، وخاصة أنت لما تشاهد مثلا أحد الأبطال قبلك يرفع ربما يعني وزن معين، هذا ربما يكون عامل يعني محفز حالك، وأحيانا يمكن يكون عكس يسبب لك ضغط أيضا. لا لا أنا محفز حالي. محفز حلو. أيوه. حلو. هذا إذا كابتن عن التحضير النفسي والمعنوي، يعني في هذه اللحظات كلمة واحدة ترفع من يعني أكيد. معنويات اللاعب، وكلمة أخرى ربما تأثر عليه. أكيد العكس. هناك لازم تحيط اللاعب، ما تخلي يعني أنه يشوف أي حالة سلبية أو أي حالة أو أي ما يسمع أي كلام سلبي. دائما لازم يكون الكلام إيجابي. صحيح. بهذا لازم يكون محاط بهذا الشيء. نعم. طيب زاهر، نتحدث عن القادم بالنسبة لكم، قلت لي في هناك أكثر من بطولة، أكثر من مشاركة، وبعد ذلك راح نأخذ كحديث الكابتن عن مجموعة من اللاعبين اللي ذكر الحبسي والعدمي وبقية الأسماء اللي تقدر أيضا تصل وتحقق إنجاز باسم الوطن. نعم. طبعا هناك مجموعة من البطولات في رزنامة الاتحاد الأسيوي والدولي كذلك. احنا في مجموعة بطولات إن شاء الله راح تكون أول بطولة نهاية الأسبوع القادم. نعم. راح ينتقل فيها المدرب عند أحد اللاعبين بإذن الله، اللي هي بطولة آسيا للرجال. نعم. وراح تكون إن شاء الله في تركمانستان. يعني في البطولة لاعب؟ حسب اختيار المدرب وحسب وضعية البطولة وكذا، هو استعداد اللاعب. نعم. لأن بعضهم ناشئين وهذه مخصص للرجال تقريبا. نعم. راح أتحدث عنها كابتن بشكل فني. نعم. كذلك معنا بطولة أخرى اللي راح تكون إن شاء الله بطولتين في شهر 7، بطولة الخليج. نعم. ومن ثم بطولة آسيا للناشئين والشباب. نعم. اللي راح تكون في النيبال إن شاء الله. كذلك في عندنا شهر 9 راح تكون في الدورة الآسيوية للصالات. هذه كلها مؤهلة لل 2020 أو كأرقام أو نقاط ولا كيف النظام؟ هذه مؤهلة طبعاً، مؤهلة طبعاً. هو الهدف الأساسي. نعم. الاستعداد للاستعداد للأولمبياد. نعم. اللي هو راح يكون 2020 إن شاء الله في طوكيو. نعم. فكلها هذه مكملة لبعض. وبتضافر الجميع ان شاء الله، سواء باللجنه والمدرب واللعيبه والوزاره كذلك، من الدعم المعنوي والمادي. نعم. ان شاء الله راح تحقق انجازات كثيره. نعم. باذن الله رب العالمين. طيب كابتن، يعني افهم من كلام زاهر انه الاولمبياد بالنسبه لكم ما متطلب رقم معين، او يعني يكون المجال مفتوح للمشاركه في التصفيات؟ لا طبعا، التاهيل راح يكون من خلال بطولتين. بطولتين. يعني بطوله العالم 2018 للكبار طبعا. نعم الكبار. و2019 البطولتين هذن يجمعون نقاطهن من خلال تجميع النقاط. الدول طبعا هذه في نظام خاص محدد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال. نعم. من خلال النقاط تقدر تعرف انه عدد اللاعبين راح يتاهلون في الدوره الاولمبيه. نعم. يعني مشاركه الفريق كامل في بطوله العالم في 2018 وبطوله العالم في 2019 ضروري مشاركه الفريق كامل في البطولتين. نعم. لتجميع النقاط. صحيح. للحصول على التاهيل. التاهيل. نعم. طيب قبل ان نتحدث عن القادم، يمكن تحدث زاهر عن بعض الامور. اليوم نتكلم عن مرشد في عمر 17 سنة بوزن 85، ما شاء الله يعني يرفع 173، والمستقبل أمام. المستقبل متطلب استمرارية، متطلب تدريبات، متطلب معسكرات. شو الخطة القادمة لمرشد اللي حقق برونزية في الناشئين، لكن أكيد طموحاته أكبر للمستقبل؟ بصراحة أنا يمكن صارت مقابلة قبل سنة معاكم. نعم. وقلت لكم أنه أنا محضر المشروع الأولمبي. خبرت الوزارة وخبرت المسؤولين حتى في اللجنة الأولمبية بأنه. نعم. أنا معد مشروع أولمبي، وأنا يعني قلت لهم أنه يعني أتعهد لكم بالحصول على أوسمة عالمية. تراهن على اللعب. نعم. وأثبت هذه العام الماضي وهذه السنة أثبت كلامنا، يعني. نعم. أنه إحنا يعني صادقين في كلامنا. نعم. حصلنا على الأوسمة العالمية لمستوى الناشئين، لأن أنا بديت معاهم بداية صحيحة. نعم. وفي أعمار صغيرة. نعم. فهسه إحنا نطمح من الوزارة ونطمح من اللجنة الأولمبية أنه يبدي الاهتمام. نعم. بشكل أوسع من هذا حتى. نعم. لأنه المشروع الأولمبي مو يعني مو على مستوى يعني بسيط. صحيح. على مستوى خليج أو عرب أو آسيا. عمل سنوات. هذا عمل لازم يحتاج يعني نبدأ من الحين، يعني. نعم. نبدأ من الحين. المواصفات اللي موجوده، الكلاعبين، الخامات موجوده. موجودة. المدرب ان شاء الله انا ما امدح نفسي يعني، والخبرات موجوده ولله الحمد. أكيد. تبقى بس الدعم يعني الدعم المعنوي المادي طبعا. هذه تبقى الكره في ساحه وزاره الشؤون الرياضيه. نعم. خاصة اللاعب في هذا العمر. نعم. محتاج انه يعني يتطور وينضج اكثر كما. أكيد. يقال ويكتسب. نعم. الخبره من خلال احتكاكه في. نعم. المنافسات هذه. نعم. الكبيره. نعم. طيب مرشد، بالنسبه لك شو طموحاتك؟ اكيد يعني فرحت احتفلت بالبرونزيه، لكن لك طموح ولك امل للوصول الى مكان معين في المستقبل، ما هو؟
والله طموحاتي ان ادخل في الاولمبياد. الاولمبياد ايوه يعني لازم، لكن يكون بسبب يعني كان في دعم. نعم وفي انك مستعد بشكل مثالي. ايوه مستعد يعني، ما لدين كما يقول ما تصفق يد احد. نعم اكيد يعني الجميع اكيد يعني لو في دعم وفي معسكرات. انا من دخلت رفع الاثقال عمري 13 سنه في حياتي، ولا مره واحده رحت معسكر غير اسبوع واحد في مجمع بوشهر عند الصاله، مجمع السلطان قابوس فقط. مجمع سلطان قابوس فقط اسبوع واحد. نعم ويعني من هذاك الاسبوع ولا يوم يعني يوم معسكرات فقط تروح تشارك في البطوله فقط. من معبيله لبوشهر، من معبيله لبوشهر بعد السياره البترول على حسابنا يعني سمع. مضحين يعني معاناه كبيره، معاناه كبيره بالنسبه لكن عموما الكلام اللي قلته يا مرشد على الهواء. احنا الحين مش تسجيل، والكلمه تصل للمسؤولين في وزاره الشؤون الرياضيه وعلى راسهم معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضيه. يعني مرشد حقق وانجز بالدليل يعني مش بالمجرد كلام، ونتمنى يعني الاهتمام اكثر واكثر بهذه الرياضه وبمرشد. مرشد ذكرت 13 سنه، متى بدات يعني انت يعني كانت هل هناك الصدفة لعبت دور في دخولك لهذا المجال، أم هناك ربما انتقاء من معلم أو من الكابتن، أو كيف دخلت لهذا الرياضة؟ هذه اللعبة أنا دخلني فيها جيراننا اسمه مهنا، أوجه له تحية مهنا العبدلي. مهنا أيوه كنت يعني أشوفه دائما يروح دائما يروح يتدرب وتشوف العضلات والجسم كذا. أيوه فقلت له يعني أنا بجي معاك. نعم قال لي تعال من يعني كذا بس قلت أيوه قلت له بجي معاك. من رحت شفت الكابتن وكلمته وكلمني وعاد اتفقنا وخلاص. عاد بدا يمرني الكابتن شوي 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 يعني من الصفر. نعم عاد يعني بعدين مهنا لما شافك عاد قال خلاص. مهنا استوى عنده ضغوطات دوام. نعم. وكليه. نعم يعني طبعا. من كذاك طلع. فبقينا يعني عدد صغير يعني في. نعم. المجمع. طيب كابتن بالنسبه للرياضه ومساله استكشاف المواهب، اكتشاف المواهب بالنسبه لك كدور كشاف زياره الولايات وخاصه بعض المحافظات، بعض الولايات يعني تمتاز يعني بطبيعه الجسم طبعا البنيه. نعم. والقوه. نعم. اللي هي طبعا اساس بعد ذلك تتطور مع التدريبات وغيرها. هل قمت بهذه الجوله ام لا زلتوا في البدايات ومساله التركيز على الناشئين من اجل المستقبل؟ بصراحه احنا ما نقدر نوسع القاعده. نعم. الخامات ما شاء الله في سلطنه عمان يعني ممتازه جدا يعني انا دربت المنتخب العراقي، دربت المنتخب الأردني في خامات، بس بصراحة الخامات اللي موجودة في سلطنة عمان ممتازة جدا. ما نقدر نوسع القاعدة بسبب صراحة بسبب الميزانية، الوضع يعني الوضع المالي يعني ما يساعد بصراحة توسيع القاعدة. احنا لحد الآن بصراحة ما في نادي يعني بالفعل. بس مجرد صالة واحدة هي صالة المنتخب اللي في بوشهر يعني يعني صالة واحدة مكونة من يعني 10 لاعبين. نعم هذه كل ما موجود في السلطنة، لا في أندية لا في. فاحنا نتأمل انه يعني مو بس نعتمد على الوزارة في هذا الموضوع، نتأمل انه من المؤسسات العسكرية الأندية الشرطة القطاع الخاص. نعم. انه يعني تتمنى هكذا فعاليات يعني صحيح حتى تتنشط وتتوسع وبعد يعني الانجازات تكون افضل اكيد. نعم. يعني انت المدرب من يعني يختار الخامات من خلال الانديه راح يعني يختصر الطريق كثير عليه طبعا. بالضبط صحيح. مو مثل ما اني انشئ لاعب من البدايه يعني من البدايه الى ان اوصله يعني بصراحه هي مهمه المدرب المنتخب. نعم. انه. نعم. يكون اللاعبين يكونوا جاهزين يجهزون فقط بعض الاشياء البسيطه يعني. بس اللي انا بصراحه من اجيت السلطنه ما وجدت هذا الشيء فاسست يعني بدات من الصفر. اي اسست فريق ومشيت وياه، هاي صار 4 سنوات ونص ولله الحمد حصلنا على وسامين عالميا يعني، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. زاهر بدانا الحديث معك وننهي معك، كلمه اخيره حاب تقولها قبل ختام حوارنا معكم. احنا مثل ما خبرت احنا طموحات اللجنه كبيره. نعم. دائما بس احنا بعدنا نظل نقول ما دام توفرت الامكانيات صحيح راح تشوف عمان انجازات كبيره وخاصه من قبل منتخب رفع الاثقال. نعم مثل ما تفضل اخي زميلي كابتن مازن على ان الانديه وبالفعل ما توجد في انديه حتكون في زيارات او لعيبه. متى ما توسعت اللعبه وقاعده اللعبه كانت ظهور راح يظهر لعيبه كثير. نعم. وراح يكون في تنافس، راح تكون بطولات محلية ومن ثم يكون مخرجات للبطولات العالمية. نعم. لكن الحمد لله بعد موجودة قاعدة وموجودة نخبة من اللعيبة
وراح يبهر عمان ان شاء الله باذن الله المحافل الجايه ان شاء الله تعالى. احنا عموما يعني وصلنا لختام حوارنا معكم، ونشكر طبعا بطلنا اكيد مرشد العجم الحاصل على برونزية رفع الاثقال، شكرا لك يا مرشد، والشكر للكابتن ايضا مازن البدري. ممكن كلمه اخيره؟ تفضل تفضل. بارك الله فيك. المساهم الاولمبي لحد هذه الفتره نقول بدينا، فاحنا نتامل انه الخامه موجوده والخبره موجوده، نتامل انه لا تضيع هذه الفرصه على السلطنه. نعم. فنتامل خير انه الدعم يكون من القطاع الخاص، من وزاره الشؤون الرياضيه، من اللجنه الاولمبيه، يكون اكثر وجدي. نعم. حتى نحقق هذا الوسام اللي يتمناه كل دوله تتمناه ان شاء الله تعالى. ايضا شكر للفاضل زاهر السنيدي ايضا عضو لجنه عمان لرفع الاثقال. شكرا الله لك شكرا لكم جزيلا لاستضافتكم ان شاء الله تعالى، على امل باستضافه مستقبليه مع انجازات وبطولات اخرى. اذا قبل ان نختم حوارنا مع أو بعد ما ختمنا حوارنا مع ضيوفنا والحديث عن الإنجاز، مرة أخرى نوجه الرسالة وبشكل مباشر إلى وزارة الشؤون الرياضية وعلى رأسهم معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، بالاهتمام بكل من يحقق وكل المواهب في الرياضات التي تحقق الإنجازات. نعم ندرك تماما مسألة يعني الأمور المالية والتخفيض الحاصل طبعا بالنسبة للموازنات، لكن هناك بعض الرياضات بحاجة لدعم أكبر لأنها تحقق وتنجز، عكس بعض الرياضات اللي ربما تصرف مبالغ مضاعفة عن بعض الرياضات ونتائجها دائما وبطولاتها صفر لا أكثر. الدعم والمساندة يستحقها مرشد ومن مثله طبعا في تحقيق الإنجازات. فاصل، بعد الفاصل نتحول للأخبار العالمية.